الجميع الوقوف دقيقة الصمت لاستذكار الأرواح الشهداء. وكان ذلك أكبر إضراب تشهده البلاد في تلك الفترة. ولم تكمل هذه المسيرة طريقها فما لبث أن قضي عليها بوحشية من الشرطة. لقد قامت الشرطة بإغلاق الباب في وجه آلاف العمال في المصنع لدعم من إدارة المصنع والإعدام الأمني بشعار خبز وحرية وسلام. وانضمت 128 ألف عاملة إلى الإضراب كما انضم العمال الذكور الذي تجرأوا على ذلك إلى الإضراب أيضا معهم. المنظمة وفي 8 آذار عام 1937 احتجت النساء في إسبانيا على نظام فرانكو الفاشل بمظاهرات حاشدة كان يردن أن يصبح أبناؤهن جنودا في الحرب العالمية الثانية في عام 1940. من 8 آذار صادف ذكرى قتل عاملات النسيج في نيويورك. ولم تذكر من احتجاجات حاشدة تذكارية جرت في هذا اليوم لتلك العاملات، لكن الحقيقة هي أن 8 آذار هو يوم المرأة العاملة العاملة، وهو انتصار لنضال مقاومات العاملات التي قدمنا بدائل كبيرة في عامين 1857 و 1917. خرجت آلاف النساء إلى شوارع اسطنبول عام 1998 للاحتفال بيوم 8 آذار، لكن الشرطة هاجمتهم في الليلة نفسها. في يوم كهذا، في مثل هذا اليوم، يجب أن لا نتوقف عن الاحتفال بالنساء والحديث عنهم. ولكن أليس تاريخ سومر بدوره بدأ من الثورة القاربية الزراعيه والبيوتية للمجتمع العمومي؟ يبقى من مس إيمانا وتيامات، سار وأفروديت، إيزيس وعشار، إلا كل هذا المنحطات. وبألفاظ العشق الزائفة، حيث لم يبقى فيها خلية إلا وارتعش.